هذه الغابات المدارية جنان متنوعة حيويا، تحوي حيوانات ونباتات فريدة وغير معتادة. تعيش في هذه الغابات ذات الأمطار الموسمية كائنات خبيرة في التأرجح. كانتا متصلتين سابقا، وكانت كلتا الجزيرتين موطنا لمجموعة مذهلة من الرئيسيات من القردة والسعادين، تتنافس جميعها على المناطق في ظلة مزدحمة. يتبادل الثنائي المتزوج مقاطع من أغنية متناسقة لتنشر رسالة في كل أرجاء الغابة بأن هذا الجزء من الظلة موطنها. في الظلام أدناه أيقظت الجلبة ذكر الأورانغوتان. هذه الفصيلة الوحيدة من القردة حيث يستخدم كلا الجنسين أصواتهما لطرد المنافسين. في هذه الغابة الصاخبة تتمتع هذه الحيوانات بمزايا خاصة. للطائر وحيد القرن قلنسوة مجوفة فوق منقاره تضخم صوته ليعلو فوق صخب الغابة ويحذر الدخلاء. في الصباح الباكر يمكن أن ينتقل الصوت لمسافة أبعد بعشرين ضعفا عن بقية النهار. بالنسبة إلى الطيور الصغيرة يكون النداء الحاد طريقة لتخرق الضجيج في الخلفية. تبحث بعض الحشرات عن شركاء محتملين لبث ترددات محددة جدا. إنها ترددات تتميز عن أغاني الفصائل المتنافسة. أخيرا القرد الملكي الأحمر في الغابة الأورانغوتان يؤكد حقه فوق جبل الوادي هذا. لكن هذا القرد الكبير ليس الملك الحقيقي هنا. المهيمن الحقيقي في النظام البيئي الاستوائي طوله 60 مترا. الأشجار المجنحة الثمر. تهيمن هذه الأشجار على غابات بورنيو وسوماترا. تعيش أكثر من 270 فصيلة منها في بورنيو وحدها. والغريب أن مجنحة الثمر تهيمن على هذه الجزر أكثر من أي مكان آخر على الأرض، بما في ذلك الغابات المطرية في أفريقيا والأمريكيتين. لم يتأكد العلماء حتى الآن، لكنهم يظنون أن عزلة المنطقة لملايين السنين سمحت للأشجار المجنحة الثمر بأن تهيمن على الظلة بأسلوب لم يكن ممكنا في أجزاء أخرى من العالم. تعتمد قردة الأورانغوتان على قوة مجنحة الثمر لتنام عليها، لكنها قادرة على استخدام فصائل شجرية أخرى أصغر وألين منها لتتأرجح وتتنقل عبر الغابة وتثني الأغصان كيفما تشاء. إنها تعرف
تعرف كيف تختار الأشجار الصحيحة، فقد يسبب أي خطأ إصابة بالغة وربما الموت. والإناث أكثر حرصا مع حمولتها الثمينة. قردة الأورانغوتان قوية وتتسلق بحذر. لديها ثلاث نقاط للتلامس، قدمان ويد في أي وقت، ولن تنزل سوى عبر الكرمة. تبدو غير قلقة على صغيرها الذي يتدلى بطيش من فوقها. تعلم أمهات الأورانغوتان صغارها تعليما جيدا. وعنب هذه الغابات من الأطايب التي تقدرها. تنتشر على أرضية الغابة جوائز لذيذة للحيوانات التي تملك شجاعة كافية، وخصوصا في سومطرة. قط نادر، النمر السومطري، يعيش في غابة هذه الجزيرة. إنها أصغر فصائل النمور، لا يتوفر منها سوى أقل من 400 في البراري اليوم. تساعد الخطوط السنورة الكبيرة على التماهي مع الأوراق. للفصائل السومطرية كساء أكثر سمكا لتحصل على تماه أفضل في الغابات المدارية القاتمة. لا تقطن الرئيسيات كلها في ظلة الغابة. تقضي قردة المكاك الآكلة للسرطان معظم وقتها على ضفاف الأنهار والجداول. هناك دوما ظلال لتحميها من الحرارة الشديدة هنا، حيث تراوح بين 27 درجة مئوية و 32 درجة في معظم فترات العام، والرطوبة تصل إلى 80%، وكما يدل اسمها فهي تصيد السرطانات على ضفاف الأنهار. تسمى أحيانا قردة المكاك ذات الذيل الطويل، حيث تملك أطول الأذيال نسبة إلى طول الجسد. يصل طول الذيل إلى 60 سنتيمترا، ويستخدم للمساعدة على التوازن بينما تقفز بين الأشجار. للنجاة بين الحيوانات، فإن لفصائل القردة نظاما غذائيا خاصا بها. القردة الفضية الآكلة الأوراق، نباتية صارمة. لديها معدة مجدرة من ثلاث حجرات لتهضم نظامها الغذائي الغني بالأوراق. لكنها ستشق طريقها أيضا إلى أرض الغابة بحثا عن طعام. تسمح لها أنظمتها الهضمية باستخلاص المزيد من المواد المغذية من الأوراق. هذا التنوع الكبير من الحيوانات جزء من هرم غذائي حساس. تتموضع على رأس هذه الشبكة الغذائية فاكهة صغيرة لا تكاد تلحظ، التين. بينما تحارب بعض الأشجار والفاكهة مهاجميها بالسموم والدفاعات الشوكية، ترحب أشجار التين بمحبي الفاكهة. وفي مقابل ذلك، يحمل كثير من الرعاة الشبعين بذور التين داخل معدتهم. قردة الجابون السريعة تسافر عادة كيلومترات متعددة يوميا، أكثر من أي قرد أو سعدان هنا. بالنسبة إلى هذه الشجرة فهي أهم مسؤولي الترويج. تتوافر
خيارات واسعة من الفاكهة أمام عائلة الجابون لتختار منها. إنها علاقة رائعة تفيدها وتفيد الكثيرين في الغابة. مذاق ورائحة فواكه كثيرة مناسبان لأذواق الكثير من الرئيسيات. وكل ما يدخل جوفها سيخرج في نهاية المطاف. الغابات الكثيفة موطن للكثير من الكائنات الفريدة غير المألوفة، لكن ربما الأكثر إدهاشا فيها هو أكبر ثدييا على اليابسة، الفيل. الفيل القزم من بورنيو هو الفيل الأصغر حجما في العالم. أقاربه في المنطقة المدارية الجافة أطول منهم بمتر ونصف المتر وأثقل منه بكثير. تقترح إحدى النظريات أن عيشه على الجزيرة هو السبب، فالموارد الغذائية الأقل تعني فصائل أصغر. لكن بورنيو ثالث أكبر جزيرة في الكوكب. أيمكن أن يكون غياب المفترسات القوية كالسنوريات الضخمة في أفريقيا سبباً في كون الفيلة أصغر حجماً؟ قد لا نتأكد من ذلك أبداً. صغر الحجم مفهوم نسبي فيما يتعلق بالفيلة، فهذه حجمها بضعة أطنان وتأكل 150 كيلوغراماً من الخضار في اليوم. تؤدي دوراً مهماً في إفساح مسافات ليتمكن الضوء من الوصول إلى أرض الغابة، ما يساعد على إنبات النباتات. وضوء الشمس هو ما تحتاج إليه البذور بالضبط لتبدأ رحلتها للنمو نحو الأعلى. فلنعد إلى سومطرة، حيث يجول ثديي نادر قزم آخر في الغابة، وحيد القرن. وحيد القرن الأفريقي أثقل بثلثي الوزن من فصيلة سوماترا. يمكن أن تؤدي العزة أيضا دورا في اختلاف الحجم. كانت سوماترا متصلة بالأراضي الماليزية سابقا بجسور أرضية حين كان منسوب البحر أقل. حين لا يتغذى على الفاكهة المتساقطة يجب أن يتمرغ في البرك الضحلة ليبرد جسده. بالرغم من حجمه هو آخر ممثل لفصيلة وحيد القرن الصوفي المنقرض. الفاكهة مهمة جدا للحيوانات في كل الغابات المطرية في المنطقة، حيث عثر العلماء على صلة وثيقة بين عدد فصائل الحيوانات وحجمها وعدد الفاكهة التي تنتجها الغابة. أينما تسقط الفاكهة يمكن أن تنمو شجرة في المستقبل إن كانت الظروف ملائمة، لكن تربة الغابات المطرية المدارية شحيحة نسبيا بالعناصر المغذية. تمتد الجزيرة على خط الاستواء، تتعرض لمناخ مداري شديد يسرع عملية التحلل. تبدأ خنافس الروث هذه العملية. يعاد تدوير معظم المواد المغذية عبر الطبقة العلوية من التربة وتعاد إلى الأشجار. في الغابات المطرية
تكون أول 15 إلى 20 سنتيمترا من التربة أغناها بالمواد المغذية. لهذا تنشر الجذور هنا على نحو موسع لكن لا تتعمق. تمتد جذورها المدعمة في أرجاء أرض الغابة، وتمتد الجذيرات الضحلة تحت بقايا أوراق الشجر. إن الكفاح لتأمين المواد المغذية في تربة بورنيو الضحلة أفاد النباتات كثيراً. بقطر متر واحد، الرافليزيا أكبر زهرة مفردة في العالم. تسمى أحياناً زهرة الجثة، وذلك بسبب رائحتها الواخزة القوية. تشابه بثلاتها المباقعة اللحم المتعفن، وإضافة إلى هذه الرائحة فهي تشع حرارة خفيفة حيث تغري الذباب الذي يلقحها. إنها نبتة طفيلية، ولكونها لا تملك أوراقا ولا جذورا فهي تنمو مختبئة داخل مضيفها، تظهر فقط عند بروز البراعم وتنمو لتصبح بثلات زهرة ضخمة. هي تختار المتسلقات مضيفة لها، لأن هذه النباتات تستطيع النمو عاليا في الظلة لتمتص أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس. تتوافر 287 فصيلة من مجنحات الثمر هنا على بعد 80 كيلومترا شرقا على الجزيرة الجافة. سولاويزي يعيش أقل من 10 أنواع. يظن أن مجنحة الثمر تزدهر في الطقس الشديد الرطوبة، حيث يدوم موسم الجفاف 4 أشهر فقط. تتوافر عواشب ضئيلة في الغابة في كل مكان، وهي تأكل قدرا ضئيلا من الورق. لكن نمت بعض النباتات أوراقا سامة لتحمي نفسها. وبذكاء استطاعت بعض اليرقات التي تملك مناعة ضد سموم النباتات أن تخزن الكيماويات في أجسادها لتصبح سامة أيضا. في المرتبة الأعلى من السلسلة الغذائية يجب أن تحذر الطيور عند اختيار حشرات لتأكلها. الأنماط الغريبة والألوان الساطعة تمثل تحذيرات للمفترسات لتبتعد عنها. يجبر الضوء القليل في أرضية الغابة بعض النباتات على أن تنمو لارتفاع أعلى في ظلة الغابة وأن تتراكب فوق الأغصان. ومن ضمنها أنواع كثيرة من السحلبية. انظروا عن كثب، فالسحلبية ليست الوحيدة هنا. هذه ليست زهرة بل حشرة تدعى سرعوف السحلبية. لا تبدو مثلها فحسب، بل وتهتز مع النسيم كالبتلات أيضا. يعرف هذا السلوك في علم الأحياء بالسلوك المتخفي، بل ويمكن للسرعوف أن يحول نفسه إلى لون آخر إذا تغير شكل الأزهار. تعتمد 90% من فصائل الأشجار في المناطق المدارية على الحيوانات لتلقيح أزهارها أو توزع بذورها. تعرف هذه العلاقة باسم التنافع. لبعض الطيور زوائد غريبة لتصل إلى أفضل الفاكهة.
من بينها قلنسوث أبي قرن التي باستطاعتها العثور على أفضل أنواع التين. منقار أبي قرن الطويل مثالي للوصول إلى التين، لكن لأن منقاره طويل جدا يضطر إلى دحرجة الفاكهة إلى حلقه. في آسيا الاستوائية تسمى الفاكهة القديمة في شجرة دوريان ملكة الفاكهة، حيث تأكلها حيوانات الغابة الأكبر مثل الأورانغوتان والفيل ووحيد القرن. تمرر البذور إلى أرض الغابة من دون هضم، وهي أول شجرة على الأرض تعتمد على الحيوانات لتنشر بذارها عبر الروح. في سومطرة نادرا ما تنزل قردة الأورانغوتان إلى أرض الغابة مقارنة بأقربائها في بورنيو. انفصلت عن أقربائها في بورنيو منذ آخر عصر جليدي، وربما قبل وقت أفضل. وفجأة تملأ حشرات الزيز الغابات بنداءاتها الصاخبة. فوق البركة تستعد ضفادع الأشجار لوضع بيوضها في كتلة رغوة. بمجرد أن تفقس تسقط الشراغيف في البركة أدناها.